يعني هذا مهم، لان لو ما داروش بحال هكا حتى شي واحد ما غيلبي النداء باش يمشي للتلقيح، وفي المصلحه ديالنا يكون هكا باش الناس غتكون حامله المرض وكتسرى به. كاين اللي ما ملقحش كيدور، ما كتعرفش اللي ملقح ما ملقحش. هذه القضيه اللي داروا ديال باش تدخل المقهى خص يكون عندك جواز وتمشي مدينه مدينه يكون عندك جواز، مهم. هذا صاحب الفكره كنقول له انا ارفع لك القبعه وجزاك الله عنا كل خير، لان علاش؟ باش المرض يتحد ونرجعوا نعيشوا حياتنا الطبيعيه. وداك الشيء شنو الراي ديالي في اجباريه جواز التلقيح واجباريه الصحه واجباريه التعليم واجباريه العيش الكريم؟ هو اللي خاصنا حنا، ما خاصناش اجباريه جواز التلقيح، خاصنا مسائل اخرى من غير جواز التلقيح اللي هي اساسيه ديال العيش الكريم. خاصنا نتحاسبوا مع اي مسؤول نهب، خاصنا نتحاسبوا مع اي واحد خاد حبه رمل من هذه البلاد هذه، نتحاسبوا معاه ويعطوا الناس حقها ويكون شوماج وتعلي الصالير السميك المغربي تعليه. هذه هي اللي خاصها تكون اجباريه على الحكومه، ديرها اجباريه على المواطنين، ماشي اجباريه المواطن. المواطن ما عندك ما تجبر فيه مسكين، يالله فايق من الموت ديال الكوفيد، يالله فايق من الموت، ما خصكش تزف عليه بخبر اخر، لا، الاجباريه خصها تكون اجباريه الحكومه. حتى شويه نزيروا شويه الحكومه وهاد البرلمان والمسؤولين، ما نزيروهمش ما نديروش لهم اجباريه، نخليهم يديروا اللي بغاو. لا، ضد الاجباريه، ما تجبرنيش، لانني انا مواطن حر اصاحبي، راه اللي كتبدا تجبرني بحال كتقول لي احنا راك انت راك عبد. وما تستعبدتم الناس وامهاتكم ولدتكم احرارا. عاشت الحريه. الاجباريه مزيانه مزيانه، بس القضيه اللي قالوا خيره، ها هي خصها تكون حقيقه. وهي الانسان تكون عنده هذيك اللعيبه ديال الجول، وشي ناس الله يهديهم ما بغاوش يطلقوا الله يهديهم صافي. دير بغيت نقول لك، ولكن شي ناس الله يهديهم اشنو عياقه في راسهم ما بغاوش يفيقوا، والله يهديهم الله يعفو عليهم. هو مريض، هو مريض ذاك الانسان ما بغاوش يديرها. جواز ديال التلقيح المقاهي ولا الحمامات ولا الطوبيس ماشي افيكاس. هذا طيعوا في الوقت، كاين اللي داير التلقيح وكاين اللي ما يديروش، كاين اللي غادي يهدر معاك بعقلو وكاين اللي غادي يهدر معاك مسلمل، كل واحد ودماغو. خاصكم ديروا شي حل باش تحيدوا هذا الجواز تاع التلقيح. الجواز تاع التلقيح عندنا ماشي ما عندنا، درناه ها هو بس فاتنا، ما فاتنا بوالو. الاشارات في التلفازه، غسل لي يديك، دير هاتي، دير القمامه، كاين اللي يدير القمامه، كاين اللي ما دايرهاش. ما خاصكم ديروا واحد القرار صارم، يا اما تقول لي في الاذاعه ديروا القمامه ولا حيدوها كاع، باش بنادم يعرف من راسو ومن رجليه. جاو تلقاها حيدوها من دماغهم. البيبل ديال المغاربه ما دايرينش التلقيح. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.